خطوات لانطلاق شوطنا. الشوط السابع، وهذه اندفاعات الشوط السابع للبكار وانطلاقة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذا الانطلاق والمقدمة والصدارة، وأيضا المركز الأول مع طماعة حمد بن علي القريصي على المركز الأول، ومع الشاعر أيضا من يقودها في عملية التضمير هناك والمتابعة، حمد بن علي القريصي أيضا صاحب ثلاث نقاط في صباح هذا اليوم. هناك المركز الثاني أيضا من وصلنا اللي هي الجزيرة لمحمد بن سعيد الخيارين، المركز الثالث هناك المركز الثالث الشاهينية راشد بن طالب بن شريم المري على المركز الثالث مع الشاهينية، ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. هناك المركز الأول ومقدمة الشوط، هناك المركز الأول مع طماعة، وطماعة أيضا هناك مع مقدمة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه المقدمة والصدارة، طماعة على المركز الأول، حمد بن علي القريصي هناك مع المركز الأول، المركز الثاني اللي هي الجزيرة لمحمد بن سعيد الخيارين على المركز الثاني، المركز الثالث هناك الشاهيني راشد بن طالب بن شريم، ولكن نذهب مع طماعة، وطماعة على المقدمة، طماعة على الصدارة، طماعة على المقدمة، حمد بن علي القريصي ما شاء الله يا القريصي، ما شاء الله على هذا الأداء الجميل والمقدمة والصدارة، ويبدو لي أنها خطيرة على التوقيت، خطيرة على التوقيت اليوم. طماعة هنا مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، نتابع طماعة من تنتزع هذا الشوط وعصاها في بطانها وداها ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الجميل. سلام يا القريصي، سلام سلام لمالك طماعة، والنقطة الرابعة في رصيد القريصي اليوم، المركز الثاني الآن من تصنع اللي هي الجزيرة محمد بن سعيد الخيارين، المركز الثالث اللي هي مزون سعيد بن حمد بن لزيوح المري، والتوقيت الزمني ساعة الوصول دقيقتين 12 ثانية وسبع أجزاء من الثانية تانينا، والناموس على هذا الفوز ساعة الوصول أمام خط النهاية.